الأهلي ضد المقاولون العرب، الزمالك ضد فاركو، البرتغال ضد إيطاليا، والمكسيك ضد بنما، حيث تقام اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 البطولات التالية: بطولة أوروبا تحت 19 سنة، وبطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، وبطولة الدوري المصري. أولا مباريات بطولة أوروبا تحت 19 سنة، حيث تقام اليوم مباراة واحدة وهي مباراة النهائي، وهي كالتالي: البرتغال ضد إيطاليا، حيث تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والحادية 11 مساء بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة M4 Sport HD المفتوحة. ثانيا مباريات بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، حيث تقام اليوم مباراة النهائي وهي كالتالي: المكسيك ضد بنما، حيث تقام في تمام الساعة 2:30 صباحا بتوقيت مصر والسعودية، والثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات، والثانية 10:30 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة الكأس 1 HD المفتوحة. ثالثا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مبارتين بالجولة 34 وهي كالتالي: المباراة الأولى الأهلي ضد المقاولون العرب، حيث تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. ويقام اللقاء على ملعب استاد المقاولون العرب مع كل فريق المقاولون العرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة On Time Sport HD. المباراة الثانية: الزمالك ضد فاركو، حيث تقام في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، والعشرة والنصف بتوقيت الإمارات، والسبعة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. ويقام اللقاء على ملعب استاد القاهرة الدولي. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة On Time Sport HD بتعليق أمير محروس.